وهذا مندييتا لاعب لاتسيو 11 سنة قضاها مع فالنسيا ووصل 3 مرات إلى نهائي بطولة أوروبا لأندية الأبطال، ولكن للأسف ما حصل فالنسيا على اللقب. ضربة حرة مباشرة، لا ضربة حرة مباشرة وحيطة معمولة، ومين راح يلعبها؟ يا إكزافي ومندييتا، مندييتا ولا إكزافي، إكزافي ولا مندييتا، وعلى طول تلعب وتقول جول مندييتا 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 مندييتا، وهدف لمصلحة إسبانيا. مندييتا يتألق في هذه المباراة، كازيكا مندييتا هو اللي يتألق في هذه المباراة ويسجل هدف إسباني ثاني. إذا مندييتا مندييتا هذا هو، من كرة ثابتة شوف يحطها، وهدف 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 هدف. ترى جماعة لازم يحاولون يفرطون فيه، يحاولون يفرطون فيه مندييتا، لأنه يعني يقال أنه اهتز بالدوري الإيطالي. يا جماعة بدري عليه، اصبروا عليه، والآن مندييتا يسجل هدف إسباني ثاني هنا في مرمى منتخب جنوب أفريقيا، المنتخب المكافح. وصفر سيداتي يا نساتي سادتي، حكم المباراة الدولي العربي الكويتي السيد سعد كبير.